لا نزال مشاهدينا نتابع ملف الموازنة أو الموازنة العامة للدولة المصرية، والتي باتت شبه جاهزة الآن كي يتم اعتمادها، وذلك بعد تخفيض الكثير من أوجه العجز التي كانت تعاني منها. كانت هناك العديد من البدائل والأطروحات في هذا المجال، وبالطبع قضية الطاقة التي طرحت أو أسعار الطاقة التي طرحت في الفترة الأخيرة، ومسألة هل يرفع الدعم أو يرشد الدعم أو يرشد استهلاك الطاقة، أيا كان الأمر، كل هذه الأمور كانت مطروحة ولا تزال مطروحة حتى الآن. لذلك فإننا نستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية. دكتور جمال، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور جمال. إحنا كنا بنتكلم عن موضوع الطاقة ومكان الطاقة في موازنة الدولة. هناك اتجاه الآن لإصلاح منظومة المعاشات أيضا، وفض الاشتباكات المالية بين جهات الدولة المختلفة وغيره، بس خلينا نستكمل هذا الملف. أولا مسألة أسعار الطاقة، كيف ترى تحريك أسعار الطاقة ومكانه إيه في مسألة إعادة توازن للموازنة العامة للدولة؟ مبدئيا الاستهلاك بتاعنا وخاصة في الفترة السابقة بما يوازي الأربع سلع الوقود، وكذلك حتة الكهرباء نفسها واستهلاكها، أصبح مش ممكن الاستمرار فيه. حتى لو عندي الامكانيات وعندي الموارد اللي تخليني اقدر استمر او اقدر ادعم السوق بوقود وسلة كهرباء، كنت اقول لك ماشي، ولكن الامكانيات بتاعتنا كدولة في انتاج الزيت الخام وانتاج الغاز الطبيعي مش متماشية مع سقف استهلاكنا، وبالتالي لازم تبقى في نوع من المعادلة ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك الغير موجه. الاستهلاك الغير موجه ده واخد سلع بعينها، السلع استهلاك غير موجه موجه بمعنى انه مفتوح السقف بتاعه. انا مش موجه ان نسب الاستهلاك تقل، مش مركز ان معدلات الاستهلاك تتماشى مع موازنه الدوله، مش متماشي مع نسب الدعم على هذه السلعه، مش ماشي. احنا عندنا كثافه عماله تزيد قوي، والاسعار بتاعتنا واقفه، وطلبنا على الكم زايد، وبالتالي انا كدوله ما عنديش القدره الان على ان انا اوقف في هذا السقف او المتطلبات الزايده من استهلاك كل سلع الوقود، زائد كمان سلعه اساسيه وسلة الكهرباء اللي بقت كمان عبء كبير على انه بيستهلك جزء اكبر من المنتجات البتروليه عشان اصنع كهرباء. وبالتالي كان لابد ان تكون هناك نوع من الوقفات الاحترازيه. ايه احترازيه؟ لو انا مشيت دلوقتي وقلت للناس كلها ان احنا هنستمر بمنظومه دعم بياخد بس الاربع سلع الوقود جزء كبير قوي من الدعم العام الحكومي، وفي نفس الوقت مش قادر اوصل النسب لمن يستحق، ثانيا انا سايب العنان للسوق ان كيفيه التلاعب بيه وزياده التهريب، وكمان مش تهريب وبس، وكمان هناك سوق سودا كانها لها نصيب من هذا الدعم لازم تاخده. نمرة التلاتة، السلعة دي خاضعة لنظرية العرض والطلب في السوق العالمي. طب هل أنا بصنعها 100%؟ أنا بصنعش 100%، ده بالعكس، ده أنا في جزء كبير منها بستورده من الخارج، يصل استيراداتنا من الخارج منها إلى ما بين 40% لـ45%، وبكلم على سلع مؤثرة في الشارع بعينها زي السولار، زي البوتاجاز، زي البنزين، زي احنا داخلين على الغاز الطبيعي. فالحاجات بتاعتنا ما بقتش عندنا الامكانيات نستمر بهذا الموضوع او نستمر في هذا السقف الغير مرشد. السقف الغير مرشد ده واكل جزء كبير جدا من الموازنه العامه، وزي ما قلنا الجزء الاكبر من هذا الفرق هو بس في الطاقه. طيب هنا الجزء غير المرشد ده كيف يتم ترشيده؟ بزياده سعره؟ لا، النقطه اللي احنا بقول لك في كذا خط استباقي بيصب في محور واحد، هو ان احنا لازم نحرك بداية تقبل المواطن لتحريك السعر. تحريك السعر في حد ذاته زي ما شرحت لحضرتك مؤثر جدا للناس، لان المدخلات اللي انت الدخل بتاعي هيبقى ماشي مع اللي انا
هقدر اصرفه واقدر اشتريه، وبالتالي انا ما كنتش حاسس قد ايه ان انا باخد نسبه دعم كبيره في فاتوره الكهرباء، مش قادر باخد نسبه دعم كبيره في لتر البنزين. لو هذه النسبه بدات تحركها يبقى انت بدات تتحسسني بالالتزام. نحن نريد توصيل بدايه توجيه الالتزام للترشيد من كل اطياف الشعب. لو انت قلت لي بقى هل كله يتساوى، اللي عنده عربيه مثلا 2400 سي سي واللي عنده 1600 سي سي هيروح يشتري بنفس الكم وبنفس الكيفيه؟ هقول لك لو انت رحت نوعيه معينه ورفعت اسعارها وصنفت فيها نوعيه تانية، طب ما النوعيه اللي هي التانية ديت اللي هي عندها العربيات السي سيات بتاعتها كبيره وبتاخد أيوه. كميات كبيره بتدفع ضرائب، ممكن الضرائب بتاعتها اللي احنا بنتكلم عليها هتروح لنسبه كبيره. يقول لك طب انا بدفع ضرائب ليه؟ طب ما انا ما بدفعش طالما انا ما بلاقيش جزء من هذا الدعم معايا. لكن يعني ازاي المنطق يقول انه انه يعني مطلوب ان هو يشتري بالسعر المدعم وهو قادر على انه يدفع هيدفع السعر غير المدعم؟ ده اللي احنا قلناه، يعني احنا ليه؟ بدايه تحريك السعر بنقول هو بدايه تقبل المواطن، لان في الان عندي مشكله في هذا الموضوع اللي هي مشكله الوقود. طيب بدايه تقبلها كبير قوي لدرجه انه هياثر في الشهر زي ما حضرتك قلت، هل الراجل اللي عنده بقى هياخد الساعه الكبيره دي بكل كم وكيف ويدفع نفس الساعه؟ احنا ما وصلناش لهذه المرحله، ولكن احنا بدانا نحرك حركات بسيطه. الحركات البسيطه ديت بنتكلم على قروش، يعني بنتكلم ما بين 25 ل 40، او لو انا فاكر ده اخر تصريح بنتكلم 40 او 50 قرش هذه في اللتر. في اللتر يعني بنتكلم زي ما كان يعني بيقال في الصفيحه هتفرق 10 جنيه تقريبا يعني يعني ما بنتكلمش على ان هي نسبه كبيره قوي، فبنقول بقى دلوقتي يصنف فيها هذا. ولكن الجزئيه اللي ماشيه مع الموضوع ده انك تحكم كيف تحكم السوق ومراقبه السوق. ممكن يرد على حضرتك في الجزئيه دي انه البعض يقول لك طيب ما هو انت عايز تحكم المساله والرفع نسبته بسيطه واشياء من هذا القبيل، لكن برضو مسألة التفرقة بين أصحاب اللترات الساعات العالية والساعات البسيطة هيوفر على السوق متوالية ارتفاعات أسعار ممكن تنجم عن زيادة أسعار البنزين، لأنه هيأثر بقى في أسعار نقل كل البضائع وكل الحاجات هتزيد. تمام، لكن هو نرجع تاني أقول هل الزيادة دي زيادة كبيرة ولا زيادة بعتبرها زيادة مش كبيرة طفيفة؟ يعني انا بعتبرها طفيف بالمقارنه بس لا لكن كل السلع السلع بقى لا للاربع سلع الوقود. وخلي بالك انا ما بتكلمش على كده، يعني الالم ده اللي بينقله لي من مكان الانتاج والمكان هنا هيزود عليا سعره لان البنزين غلي. تمام، بس النسبه اللي احنا بنتكلم عليها برضو مش هتكون نسبه كبيره. يعني انا لو زودت مثلا سعر اللتر فالراجل بتاع مثلا التاكسي او الراجل بتاع الميكروباص هيجي مزود مره واحده زي اكيد الزياده برضو هتكون زياده طفيفه عشان يقدر يساوي هذا الموضوع. مسألة بقى الزياده الطفيفه دي تحتاج الى اليه لضبط السوق، اليه المراقبه. عشان كده بقول لحضرتك عندما يكون هناك تطبيق فمن وليه رفع الاسعار مش ماشي عشان هو ده الحل، ولكن احنا بنتكلم على احنا بقالنا سنين ما وصلناش لان كثير من السلع المؤثره زي سلعه الوقود ديت لم تتحرك، وللاسف لم تتحرك وفي نفس الوقت مش متقبلين انها تتحرك، وفي نفس الوقت احنا بنستوردها، وفي نفس الوقت امكانياتنا مش ماشيه، فاحنا مش مكبلين. احنا مش هنعيش على لا دعم خارجي للوقود ولا قروض خارجيه عشان اشتري. طيب فيما يخص ايضا طالما بنتكلم بقى في مساله وضع الاسعار في مكانها الطبيعي، ويعني ببساطه كده للي بيشوف انه لازم كل واحد منا يفهم ان السلعه دي مدعمه وان لها سعر. تمام. فما يصرفش فيها. ماذا عن المصانع التي تحصل على طاقه كثيفه ومدعمه؟ المنوليه بتاعتها ان الصناعات كثيفه الاستهلاك، وخاصه مصانع الاسمده، مصانع الاسمنت، مصانع الحديد الصلب، كل هذه المصانع هي بدأت تحريك ان السعر بتاعها تتقبله للسعر العالمي. في كثير من المصانع الان نسبه استهلاكها من الغاز للمليون واحده حراريه وصل ل 10 دولار، وده ما يتماشى السوق العالمي ما بين 12 ل 14 دولار. طبعا احنا مش هنقدر نزيد مره واحده لان برضو زي ما انت قلت كل ذلك مرتبط بزياده في المنتج نفسه. فكثير من هذه المصانع انا محتاج افكر حضرتك انه هذه المصانع بتبيع باسعار عالميه. تمام، فكتير قوي كنا نقرا وكتير من الكتاب ما زالوا بيقولوا لغايه دلوقتي ليه هم بيبيعوا باسعار عالميه وبياخدوا طاقه باسعار مدعمه؟ ما انت مره واحده مش هتروح ترفع، لان في نقطتين برضو حضرتك لازم والساده المشاهدين يعرفوهم، لان في ناس بتشتغل في المصانع دي
طب ايه مشكلتهم؟ ما هو اكيد لو انت زودت عليه هينعكس على حاجات كتير، ممكن يروح يدور. هو افهم من كده ان هو لما انا بزود استثمار، ما انا بس انا بزود استثمار، ولا انا عايز بس احل مشكلتي مره واحده في ان انا احط عبء مره واحده على ان انا ازود الاسعار؟ مش هي دي القصه، القصه كلها ان لابد ان تكون هناك منوليه، ومنوليه يتقبلها الشارع او السوق نفسه، عشان يتقبلها السوق في كثير من المستثمرين اسهل له ان يروح يدور على دوله بتدعمه ولو بجزء بسيط في الطاقه، فبتخلي الاستثمارات تزيد، بيشغل ناس كتير، بيدي منتج في البلد. ده مطروح. يعني حضرتك عايز تقول لي انه في دول كتير بتدي الطاقه والخامات ببلاش، لا بتدعم اجزاء او كثيره بتدعمهم، في طبعا بتدعمهم انت للمصانع للشركات يعني انت دلوقتي والمستثمرين، وهم بقى يبيعوا باسعار عالميه ما فيش مشكله يعني. لا هو ليس ده مش صح. انا بحاول اقول ايه، انا مش مره واحده هروح للمنوليه بتاعتها واروح اقول للمصانع دي كلها انت ادفعي بالتسعيره العالميه، اكيد هاخد الموضوع ده بمرحله وقتيه، فهدي جزء من الوقت. مثلا انا قلت لحضرتك في كثير من المصانع الان بتدفع، ده برضو على اعلى او احدث الاحصائيات اللي اتقالت واتنشرت، ان في بعض المصانع مش كلها الان بدات تقبل ارتفاع الاسعار بتاعتها. ولو بنتكلم على امدادات الغاز هتلاقي هي بتاخد من الغاز الان بما يوازي 6 دولار في بعض المصانع للمليون واحد حراري، وفي كثير منها الان سوف يترك له كمان الاستيراد من الخارج في الفتره القادمه، عشان يقدر يتيح له نظريه العرض والطلب عشان تتماشى مع المنتج اللي بينتجه ويتماشى مع السوق العالمي لسعر الغاز عالميا او لسعر المنتج البترولي عالميا. وبالتالي عشان اوصل للمرحله دي انا معاك لابد من زياده او اعاده التركيز لتعريفه المنتجات البتروليه لهذه المصانع، لكن الذهاب ليها سريعا قد لا يكون مقبول. ليه بقى لا يكون مقبول؟ لانك انت ممكن تخنق المستثمر فيروح يدور على مكان تاني اسهل. هناك كثير من دول العالم لها مميزات في الاستثمارات بتاعتها، في النمره الاكبر بتاعتها او اعلى مرتبه فيها هي دعم الحكومه لهذا المستثمر وتسهيل الامكانيات بتاعته. في جزء من هذه الدول والحكومات بتعطي جزء بسيط من دعم الطاقه، جزء قد يكون ليس بقليل من دعم الطاقه في مقابل ان هو ياخد المنتج بتاعه 100% داخل السوق المحلي، او ان هو يشغل عماله 100% من الدوله نفسها، او ان هو يلتزم بمنهجيه التوريد من خلال الحكومه. هناك كثير من المنوليه تقدر تطبقها على هذا المستثمر دون اللجوء مره واحده انك انت تطبق عليه. يعني انا مش بقول، انا بقول نطبقها لكن مرحله. انا بس بسال السؤال اللي ممكن اي انسان بسيط يعني مش متخصص يساله. يعني هو طبعا ما فيش اتنين يختلفوا على انه لازم المستثمر يحظى برعايه الدوله، لكن الفكره انه اذا كان المستثمر بياخد الطاقه بهذا السعر وبيبيع بهذا السعر، فممكن نقول مثلا نسبه مكسبه او هامش ربحه 100% مثلا. طيب يعني هيحصل ايه لما يبقى 70%؟ هل ده بيمثل، هل ده هيمثل خساره له ولا بس تخفيض في هامش الربح؟ ده الانسان البسيط ممكن يسال السؤال بالشكل ده. لا تمثل شيء بالنسبه له اللي فيها منهجيه، المنهجيه بتاعته ان لو السلعه بتاعته بيوردها بره بنسب كبيره زي ما انت قلت اكتر من 50%، وهذه السلع تتعامل مع السوق العالمي وبتتعامل مع اسعار عالميه، يبقى هو يتقبل انه لابد ان ياخد الطاقه في الفتره القادمه بمنهجيه السوق العالمي. طيب لو هو مطروح انه بياخد المنتج من الدوله، يبقى يا اما عنده حاجه من الاثنين، ياخد المنتج من الدوله او الدوله تتيح لي انه يستورده من الخارج. كويس. وتحاول تسهل له طبعا الامكانيات عشان حتى لو قدر كمان انه مش يسهله بس ويتعاقد ويسهله في التعاقد ويدفع كثير او يساعد من خلال العلاقات الدبلوماسيه مع دول اخرى انها تدعمه فليكن. ولكن اللي انا يعني قد لا اكون متفق معاك فيه الاول، انا مش هروح مره واحده وانا اطبق عايزه تتعمل بشكل يعني انك ممنهج يعني، وتحاول طيب تاخد ثقه المستثمر. خلينا بقى ننهي الحوار الجميل ده برؤيتك لتداعيات هذه السياسات الجديدة والخاصة بالاتجاه في مسألة رفع أسعار الطاقة وغيرها. تصورك لتداعياتها في الفترة المقبلة أنا على السوق المصري. السوق المصري أنا تصوري أن هي قد لا يتقبلها المواطن في الأول. وليه بنقول لك لا يتقبلها؟ لأن المنهجية بتاعت أو تقبلنا كمصريين لنقطة الأسعار نفسها إحنا متوارثينها، بمعنى أن أنا أقبلها. طيب انا اقبل سقف متطلباتي، ان انا عايز ارفع المرتب بتاعي، عايز امكانياتي في ان انا اروح مستشفى، عايز انا اركب عربيه السعر بتاعها قليل، عايز الشارع بتاعي يكون نظيف، عايز كهرباء مستمره، يعني متطلبات كتيره جدا. لكن نوعيه التعقل
انا عشان اصنع ده لازم اكون عندي امكانيات وانتاج تتماشى مع ما اريد. هل المعادله، وده اللي انا برده على حضرتك، امكانياتي على ما اريد؟ لا. ليه؟ لان انا عندي جزء كبير جدا لا ينتج، وعندي جزء كبير انتاجه او اجادته لمنهجيه ان انا اكون كدوله عندي منتج خاص بيا، وعندي سوق لسلع معينه، وعندي تركيز على صناعه معينه، وعندي نوع من دعم السوق بمنهجيه مش التضييق، تقليل سقف التوظيف الحكومي، وضخ فكره كيف يمكن ان يكون الشعب شعب اقتصادي مستثمر تسوقي سلعي ممنهج مفتوح يتعامل مع كل منهجيه الدول بكل منهجيه السلع والمنتجات، ويقدر يسوق تيشيرت وقلم وساعه وخاتم ونضاره. لو احنا رحنا لهذه المنهجيه وهذه الثقافه هي لابد، لان المعادله بتاعتنا الان هي معادله توظيف روتين بالدرجه الاولى، وبالتالي هذه الثقافه احنا ورثنا. تملي نقطه الميري وتمرغ في ترابه موجوده، فهتلاقي كل ما يتمناه اي احد انه يلاقي واسطه عشان يخش شركه او يخش مصلحه حكوميه او يخش جهاز حكومي كبير او ياخد بنك من البنوك او، فهي هذه الاحلام. ولكن لم تكن احلام على تصنيع سلعه، او ان في عندي جهاز لحمايه السلع او جهاز بحث دلوقتي علمي. يعني علشان الثقافه دي تتفعل، ويعني الوقت لم يعد متاحا لنا، هل علشان ده يحصل ده بس محتاج تغيير ثقافه الناس وتربيتها، ولا محتاجه انه يلاقي في المجتمع اليه تساعده انه يحقق الاحلام اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ انا ما اتمناش ان اكون احلام، ده انا مبدئيا عشان اقول لك انا متاكد ان الشعب المصري بالكوادر بتاعته وعقلياته اللي بره واللي ممكن ما تكونش فترتها او فرصتها اخدتها في بلدها، او ممكن فرصتها ما حد سمعها دلوقتي، لكن انا عندي ثقه في ان اللي جاي ان شاء الله في حد هيسمع وفي حد هياخد الافكار ويطبقها. ولكن هل عوده للسؤال بتاع حضرتك، الشارع سوف يتقبل مجمل اللي بيحدث من حزم اقتصاديه قد تكون ضيقه على المواطن في الفتره القادمه؟ هقول لك اه، لان اللي قبل ومتصور تماما ان البلد كانت في تشتت، وان البلد كان مقصود بها خطه خارجيه معروفه، مش دي مش موضه ولا كلام، احنا شايفين واضح قوي، واللي كان حتى بيكذب الكلام ومش متصوره يبص على ما يحدث في العراق ويبص على ما يحدث في ليبيا عشان هو اللي يلاقي نفسه الاجابه. الان دوله تتماسك والدوله بتحاول تعتمد على نفسها بنفسها باقتصاد، هذا ليس بجديد على مصر، وده له ثمن لازم نتعود اننا ندفعه، ونقبل اننا ندفعه في هذه المرحله، او جيلنا حتى هذا الجيل يدفع جزء من هذه الفاتوره، فاتوره مصر المستقبل. وافتكر حضرتك التجربه المصريه وتجربه اكتوبر، هل كان فيها بدايه تقشف اقتصادي؟ كان فيه، وبالتالي انا لا اجد ان ده ليس بجديد على تحمل الشعب المصري. تمام. الحقيقه احنا بنوجه كل الشكر والتقدير لحضرتك الدكتور جمال القليوبي، استاذ الطاقه بالجامعه الامريكيه ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية، كل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا بك، شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدينا، إن شاء الله غدا حلقة جديدة، ودائما معكم في اتجاهات.